أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم أينما كنتم. اليوم سوف نقوم بمقارنة زوز الهواتف سامسونج A10 A10 وهواوي Y6 2019. الهواتف يشبهوا بعضهم برشا، ما فماش اختلاف كبير. سوف نقوم بالمقارنة كما تشاهدون. نفتح العلبة، في يدي اليمين Y6 2019، وعلى اليسار سامسونج A10 2019. نشوفوا زوج هواتف، نحلو الأديس A10 ونقوم بفتح Y6 2019 ونقوم بالمقارنة السريعة. هواوي Y6 2019. تحلل الهاتف. بالنسبة للحجم الهواتف نفس الكبر، هواوي 6.9 بالنسبة للسامسونج 6.2، يعني الـ Y6 أكبر شوية من الـ A10. نتعديه للميموري، الذاكرة الداخلية. الهواوي فيه 32 جيجا والـ A10 32 جيجا كيف مفماش فرق. بالنسبة للرام 2 جيجا دو رام في الهواوي و 2 جيجا دو رام في السامسونج كيف مفماش فرق. بالنسبة للصورة نحلو زوز كاميرات وانتم لاحظوا وحدكم. بالنسبة للسيلفي، بالنسبة للهواوي فيها 8 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية، بالنسبة للسامسونج فيها 5 ميجا بيكسل. الهواوي أقوى شوية المرة هذه بالنسبة للسامسونج. كما تشوفوا الكاميرا على اليمين هنا، اليمين تاعي أنا حرك فيها لهنا الصورة أوضح شوية كما تشوفوا. بالنسبة للكاميرا الخلفية فيها 13 ميجا بيكسل كيف معناتها نفس ال شوفوا عنا هذايا هواوي وهذا سامسونج، فماش اختلاف كبير. ورايا ضوء شوفوا. بالنسبة للصورة من الخلف كيف قلنا، الرام كيف الصورة من الخلف كيف الجيجاوات كيف فما حاجة ماهيش كيف اللي هي الهواوي في لومبرانت ديجيتال على البصمة الذكية، والسامسونج ما فيهش. بالرغم اللي هما نفس السعر في تونس 499 دينار، 500 دينار التليفون اللي على اليمين وعلى اليسار،
انت كشاري تشتري تليفون شنو تختار؟ زوز 500 دينار، تحب هواوي ولا سامسونج؟ شكرا على المشاهدة أعزائي المشاهدين، وأرجو الاشتراك في القناة. شكرا وإلى اللقاء.